ذكر مكتب رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون عبر عن رغبته في عقد مزيد من لقاءات القمة مع الرئيس مون العام المقبل لتحقيق هدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. وتعهد كيم بالعمل على نزع الأسلحة النووية خلال قمته التاريخية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة خلال يونيو حزيران الماضي، ولم يحرز الطرفان تقدما يذكر منذ تلك القمة.